هو عنده دي طاي كاين 24 اللي كيشد، شي 24 اللي تقبض عنده دي طاي كيدخل ب6 سنين، كيدخل ب5 سنين، وكيجي يقلب على ويدها صحه معنفه، كتمشي معنفه بالعنف، وكيسد عليها الدار، ما عنده حتى دار، عنده غير بريتش بعتيني، وهي كتخاف منه. انا البوليس قالوا لي قال لك بنتك قاتلها الخوف. لا انا ما عنديش العلاقه معاه، ما كنعرف، ما عرفت، انا كنمشي نخدم، كنخدم انا، انايا كتمشي كتقول لك غادي عند صحاباتي، ما عارفاش فين مشات لا اختي ما عرفاهاش، هي ما كتعاودليش الحقيقه، كتخاف. حتى لواحد النهار يات مع صاحبتها اللي عاودت ليا، قالت لي راه بنتك مع واحد المجرم كيعطوا له ولد المراكشيه، راه ما كيرحمش، عندك خالتي تدخليه، عندك خالتي جاي عندك هنايا، قلت لها راه كيفرع عليا الباب جوج المرات، وكيفرع عليا الباب وكيديها بالعنف وكل شيء، كيحط لها المضه هنا وقالها غنخسر لك وجهك وغنديك تامك تامك، غنديها حاجهكم تكرفس عليها، وكيضربها دوك القذافي ديال الفلايك الكتاف، حتى كيزرقوا لها الكتاف والراس، وكيسد عليها حتى كيعمر لها الراس بالتحميره، وحتى كتبرع عاد كيخرجها. هي كتقول له امي لا امي لا امي لا، كتخاف عليا كتقول امي لا، حيت انا امها، انا اللي ولدتها وانا اللي كبرتها وضربت عليها تماره وقريتها في المدرسه مولاي رشيد، وكانت تدي الحلاقه وكنخلصر عليها، بنتي ما كانتش كدير شي حاجه خايبه، ما عمرها ما سرقات، ما عمرها ما دارت شي حاجه خايبه، تعدى عليها وغصبها الله يغصبو في صحته، الله ياخذ بها الحق، وكتعاونني على الزمان وكتعاونني على الكرا، وبنت وحده اللي عندي انايا وضعت فيها، انا اللي ضعت في بنتي، انا اللي ضعت فيها، الله ياخذ بها الحق، الله يتولاه. انا بغيت له لا الاعدام ولا المغرب في المخزن اللي دارها، المخزن هي اللي كاينه، الله يجعل ربي وجلالة الملك الله ينصرو علينا ويشوف من حالي، هذا الشيء اللي كاين الله ياخذ حقها ولا يبطيه. انا سيدي مريضه بالسكر وكل شيء، على سكنت انا في هذا البيت، اللهم لك الحمد، انا كنت ساكنه في فيلا مع دار عجوزتي، فيلا قد الخلا حدا الصفر، هذا الميريكان فيلا قداش، وبا سيدامو قائد ممتاز في الداخليه، وبوا كان خدام على لاله فلاسمير، انا كنت عايشه في الخير، ولكن قدر الله بوا مات، جيت لهنا جمعت بنتي وبلسانه وبنتي هنا، لو كان كانت مطوره غتخليني هنا، كون مشات تزوجات بشي واحد لاباس عليه وهزاتني، وكلهم خرجوا لبرا اختي، بغات تديها نورا لبلجيكا ما بغاتش تمشي معاهم، قالت لها عماتها، قالت لها نديك معانا لسيتها الامارات، حيت بنتها في الامارات مجوجه بكونونيل، ما بغاتش تمشي معاهم، البنت لصقات هنا في الرباط ولفات الرباط وبقات في الرباط، ما بغاتش، ما بغاش هي الدنيا، قالت لك، قالت لك انا ما بغيتش الدنيا، اللي بغى الدنيا الله يعطيها عليه. بقات هكاك مسكينه متبوعه، تسلط عليها هذا المجرم الله ياخذ فيه الحق، هو اللي تكرفس عليها، وانا ما عارفاش كون كنت عارفه شحال هادي كنت غنمشي ندير اللازم، كاين هي ماشي مينوريه. العيد الكبير لاله عيدت مع اختي في سله، ياكي من عيدنا ديتها معايا، قلت لها يلا نعيدو، حنا راه الناس كنمشيو حتى الوجده عند عائلتهم كناز وكذا، قالت لي ما نمشيش خليني غير هنا، قلت لها انت اللي غتمشي معايا، بقيت تنبكي. العيد هددها نهار العيد، قال لها يا اما تجي يا اما هذاك الموس ديال الذبيحه غنغردك به، هذاك اللي كتذبحوا به غنغردك به. بقات كتبكي، قلت لها قولي لي علاش كتبكي، قالت لي راه كيهددني، دابا انا غادي نمشي. قلت لها جلسي يا بنتي غير تاكلي معنا خطيبات بحال الناس، قالت لي لا ما نجلش غنمشي، قال لها روحي ولي انا شاريه بالعاني، وانا غنتزوج بيك غندير بيك الكاغيط وكل شيء، وحنا ما غنبقاوش هنا لان جاو صحاب المشروع، انا غنمشي نكري في سله، وهي كياكلها مخها، عنده 56 عام شارف ومدوز، هي باقا صغيره ما كتعرفش، كيهددها وكتسكت. ملي قالوا لي الناس لا لا عندك وياك راه يخرج وراه حسيفي، يدوز 3 سنين ولا عامين يخرج، وغادي ينتقم منك ويقتل لك البنت عاوتاني، هو كيقتل بلا ما كدير ليه حتى شي حاجه، البنت ما دارت ليه والو. لا لا ما عنديش دفا، انا دفا د الخشب، ياكي كون دفا ديال الحديد اللي غطاكي عليا، ولا عندي شي حد هنا في الحومه يطاكي عليا، ما كاينش كلا كيسد عليه دارو، وملي يجي في الربعه د الليل مقرقبش غايدير لي يقتلني، شكون غيفكني انا؟ ولا يدير لي كاع بحال اللي كيدير دوك المجرمين، يدير لي انايا ها؟ يخرجني انا بالمواس ولا عم الله يدير لي، وانا ما قدرتش على الحبيبه. قلت لها راه عصابه معاه، راه عرفت يمكن نقراو هما داك الشيء، راه عصابه معاه اللي كيصوروا، هو كيقتل فيها وكيتكرفس عليها وما كيصوروا. تسكت كتسكت كتصبر ما كتقولش، هي داك الشيء كله العنف، العنف هذاك الشيء، والمواس كيتجبدوا عليها وهي ساكته، وتيقولها غنتزوج بك غاندير لك بنت الملاح بنت حومتو. جات امها مسكينه خافت، كنت مفشه انا، قالت لي لوستي اللي عايشه في برا، قالت لي انا ماما ما درتش دارتليش بحال اللي درتي لبنتك انت، انا كنت مفشاها وكنخدم عليها وكتقرا في المدرسه، هي قالت لك حق الفقر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، راه كان فقير
واش الفقر عيب؟ يا كانت عندها هنايا الدار وكريت ليها هنايا، كريت لها بيت وكوزينه ما بغاش تجلس، كرات فلوسيا ما بغاش تجلس، السيده طاشه فيها شي مرض، فيها شي مرض، من الليل الليل كتخرج تخرج بحال طجه تجي حتى للبحر، هنا ولاد المدينه عمرهم ما اداوها ولا وصلوها، ياك ولاد السلام عمرهم ما وصلوها ولا اداوها، الا هاد المجرم، الا هاد المجرم خطير كيتحقر على البنات. شحال من بنت كرفص عليها، مرت الراجل مسكينه سدها غلقها في الماء دخلها تكرفص عليها كيف بغا. ايوا هذا بزاف، هذا بزاف طاغي، قالك هو صحيح، ما دارت ليه والو، ما دارت ليش، ما دارت لي حتى شي حاجه، هو كيقول لها غنتزوج بك وكيهدا سمع غير شي معيور كتعايرو في التليفون، قال علاش عايرتيني المعيور، الا المعيور كلشي كيتعاير، انا دابا يعايرني الواحد ما غنمشي نقتلو نضرب معاه، واخا يعايرني الانسان ما نضربش معاه. قلت لي كيتهدد عليا، كيتهدد عليا بالموس، والفراش فين كاين تما كاين، حيت كانت جالس مع خوه ساكن مع خوه، حيت ديك الدار ديال المريبي والو في الملاح داك المشروع، وحط ساطوره وحط الماس، وكاين غزا بالفرشيطات ماشي الفرشيطات داك الطرنوفيل، وهي مسكينه كتخاف ما بغاتش تقيد به. كنطالب كنطالب راه المخزن كلشي في المخزن، في يد المخزن، هما اللي غيتصرفوا عليه، هما اللي غادي يشدوه، وراه غادي يقبطوه، راه شادين وبعدا يدبروا. هذا اش غنقول؟ غنقول شي حاجه اكثر من العداله؟ وما يمكنش اللي كاين راه كنقولوا انايا، انا ما كنقول لحد بحال المراه كتعايرني البارحه قالت لي ويلي انت دابا كطالبي حق بنتك ولا كطالبي بغيتي يديروا لك يديروا لك، فين عمركم اختي درتوا لي ولا عطيتوني؟ انا عطي الله، انا كنعري على كتافي، انا كنخدم، خدم في القهاوي، كنخدم في الديور، لا جابها الله قصاد الحال نطلب كاع نقول الناس عطيوني، كيبقى سهران حتى لينونين وما كتجلس في خاطرها، كيتبعها مشات لسيدي موسى كتبعها، كتمشي عند صحاباتها كيتبعها، فين ما مشات كيتبعها لاصق فيها بحال العلك، يعني باغي يقتلها، لا ناوي القتل هو، الا ما جابت الموس وجاب الطرنوفيش جاب داكشي لا ناوي القتيله، ما كنخليهاش البنت كبيره عندها 34 عام غنخليها انا، راه كتخرج في ثلاثه الليل، كانت معانا بحال الحمقى في الزنقه حفيانه، واش غندير؟ كي غندير؟ ماشي مينور هي، لو كانت مينور هذا سميتو، ولكن البنت كبيره كلها. انا قلت لك لوستي قالتها لي، قالت لي داكشي اللي درتي مع بنتك ما دارتوليش ماما انا الله يرحمها، قالت لي غامرتي جريتي خدمتي عليها ردمتي عليها ما خليتي خلصتي عليها الكراوات صرفتي عليها درتي لها ما بغات. رمضان جات لعندي هنا بقات كتبكي، قالت لي انا بغيت نموت، بغيت نموت. قلت لها علاش بغيتي تموتي؟ قالت لي هاد الدنيا يخ منها، دارت لي قلت لي يخ صافي، ما بقيتش باغا، ما بقى ما يتعجب، ما بقى ما يتعجب، هاكا قالت لي. انا ولد المدينه تزوجات به ولدت معاه وليد، الولد راه عنده 12 عام دابا، حتى هي احسن تربيه ما نقولكش فمي مربيه وكلشي، ولكن بنتي الله ياخذ الحق، الله يتولاهم اللي خرج على شي حد، حنا كنولدوهم نضربوا الثمن عليهم وكيتكرفسوا على ولادنا، الله ياخذ فيهم الحق. انا دعيتهم الله، هذيك راه بنت وحده اللي عندي، هي اللي عندي وداوها ليا وغصبوها، الله يغصبهم شبابهم. كل ما كانش غيقتلها ما نطلبوا لا اعدام لا والو، نشوفوا تنعيا ونسمحوا ليه، ان الله غفور رحيم، ولكن اللي قتلها وشوهها وتكرفس عليها. شفتي الفيديو؟ لا اختي اعوذ بالله، ما نشوفش داك الشيء انا، ما نشوفش انا، انا اخطر المجرمين كيبانو في التلفازه ما كنشوفهمش، كندير القران، كنحميش نشك شي نشوف، انا واحد المراه متدينه كنتوضا ونصلي ما نبغيش داك المنكر نشوفه، ما نشوفش، انا كنطلب الله كنقول يا ربي اديني في الصوره عندك. قال لي الكوميسير قال لي غيتمنع ما يبقاش.